علينا يا ضنايا. ان شاء الله يا ماما. قولي على اخواتك اول ما تهدي ابعت لنا العنوان ودوري لك على شغلانه يكون قرشها كويس. امك عندها فشل كلى وبتعمل غسيل واخواتك مصاريفهم كتير. مع السلامه. حاضر يا بابا. مع السلامه. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. خلي بالك. مع السلامه بقى. على فين؟ ايه ده؟ السلام عليكم. انت مين ولا مؤاخذه؟ ياسر عبد الحق مباحث اموال عامه. عايزين بس الانسه في كلمتين. انت عملت حاجه يا بنت؟ لا لا مؤاخذه، انا عندنا اموال عامه ولا اموال خاصه ولا اموال من اصله. عاوزين مننا ايه يا بيه؟ انا بنتي مالهاش دعوه، كله من مروان بيه ده. ايوه هو اللي في الاول والاخر هو اللي غلطان. ما تخافيش يا حاجه، هي مش متهمه في حاجه، احنا بس عايزين ناخد منها كلمتين كده عن هايدي ومروان والفلوس وهنمشي على طول. اتفضل يا باشا، اتفضل تحت امرك. او مهله، اتفضل سعادتك، اتفضل. خشوا يا بنات يلا. اتفضل انت كمان. ما طلعتش من نجوان باي حاجه مفيده، ونادر سكته اتقفلت، وهايدي ملهاش وجود اساسا. شكلي هروح لاسماعيل بيه واخليه يسلم القضيه لاي حد تاني غيري. ما تبقاش عبيط، دي اول قضيه تمسكها. هتروح تقول لهم ايه؟ مش عارف اشتغل؟ تروح مرور بقى بعد كده ولا ايه؟ مش عارف بقى. انا فاهم احساسك ده. انا كمان عمال الف حوالين نفسي عشان اجيب العيال اللي حرقوا الجمالات المحل، مش عارف اوصل لخيط حتى. بعدين يا اخي مفيش حاجه كبيره يعني تخلي حد يعمل كده. سيبك من المحل، انت عامل ايه معاه؟ طلبت ايدها. يا نهارك اسود، طلبت ايدها وش كده من غير ما تسالني، من غير ما تفكر في اي حاجه؟ يا عم بس هي توافق، وانا حاسس ان هي كمان بتحبني، بس يعني زي ما يكون كده في حيطه بيني وبينها. مالك يا عم انت، في ايه؟ تنح كده ليه؟ انا عارف الست اللي في الصوره دي. ست ايه يا عم انت؟ ما تحترم نفسك. بقولك طلبت ايدها. وانا بقولك انا عارف الست دي كويس، بس مش فاكر شفتها فين. تكون ممثله، مغنيه، مذيعه. ايوه ما انا كمان بحس كده لما بشوفها، بس عادي يعني، هما الحلوين كده كلهم شبه بعض. ماشي يا عم الحلو، ما انت دايما واقع واقف، ربنا يوعدنا. نقوا علينا بقى. الحمد لله على السلامة. نادر؟ هتفضلي ساكتة كده؟ عاوزني أقول لك إيه؟ آخر مرة شفنا بعض كنا هنا في نفس المكان ده. كان فاضلنا حوالي شهر على ميعاد الفرح، نشتري الحاجات الأخيرة. وبعد كده سيادتك اختفيتي. أكيد في كلام كتير وحاجات عايزة تقولي لي عليها، ولا إيه؟ هو أنت لسه فاكر تسأل عليا دلوقتي؟ كنت فين لما مروان اجبرني ان اسافر معاها بالعافيه؟ وكنت فين لما اجبرني ان اشارك معاه في لعبته الواطيه دي ضد هايدي، واطلع كاني واحده وحشه وخنت صاحبتي الوحيده اللي اتربيت معاها؟ كنت فين ساعتها وما سالتش عني ليه؟ ياه وايه كمان؟ بص يا نادر، احنا ممكن ننسى اللي فات. انا خلاص قدرت اهرب من مروان ورجعت على مصر. انا رجعت عشانك، عشان نتجوز ونعمل شهر العسل ونعيش مع بعض وننسى كل اللي فات. انا لسه بحبك على فكره. انت مش متصور قد ايه حطيت لي اغراءات قدامي عشان اتجوزه، بس انا رفضت ورجعت عشانك. نادر انا لسه بحبك. للدرجه دي انت شايف ان انا انسان ساذج عشان كنت بحبك؟ اللي قال لي انك رجعتي مصر قال لي كمان كل حاجه حصلت هناك. انت خلاص خلص مروان وخلصت هايدي وخسرتي كل حاجة بسبب جهلك وقلة إحساسك. لسه فاكرة إن أنا العبيط الوحيد اللي ممكن يصدقك واللي يمكن تطلعي من وراه بأي حاجة. اسمعي، أنا مش هقولك أنا بكرهك أو بحتقرك أو أي حاجة من الكلام المهذب ده، بس عايزك تعرفي إن أنا زعلان قوي من نفسي، لأن قلبي ده في يوم من الأيام حب واحدة زيك. خدتي قهوة؟ ما تخرصها بقى يا ولية، مش عارفة اتفرج على الفيلم. جنابي مش قادرة.
ده مين اللي بيخبط في الساعه دي؟ قومي افتحي. حرام عليك حرام عليك، انا مش قادره. حرمت عليك عيشتك، يعني انا اللي قادر؟ طيب طيب. ايه ده انت؟ ايه اللي جابك هنا تاني؟ ملهاش لازمه الشحطات والمصاريف يا بابا، مصر كلها عرفت ان انا هنا، واللي له عندي حاجه يجي ياخدها بقى. استني قبل ما تخشي، ايدك على 50 جنيه جيب دخان. اتفضل. ايه ده ماما؟ مالك يا حبيبتي؟ ايه ده انت كويسه؟ يا نبي يا نبي يا ايه ده؟ طب انت اخدتي الدواء؟ طيب ما خدتش حاجه. بصي مش حاجه، انا هنزل اجيب لك الدواء، ولو ما خفيتيش من هنا لغايه الصبح هوديك المستشفى. ماشي.